والله يعني التصوف هو صحيح الإسلام. السادة العلماء تحدثوا عن التصوف كثيرا، والبعض قال أن التصوف هو علم الأخلاق، من زاد عليك خلقا زاد عليك تصوفا، والبعض قال أنه الجد في السلوك إلى ملك الملوك، والبعض قال أنه علم التحلي وعلم التخلي، التخلي عن كل الرذائل والتحلي بالفضائل. ولكن اختصارا للسادة المشاهدين، نحن نقول وبإيجاز شديد أن التصوف إنما هو تطبيق كامل لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبينا صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، واجعله روحا لنا من جميع الوجوه يا ذا الجلال والإكرام. كلمة صوفية تعني الناس اللي هم، قيل إن اللي هم بيلبسوا الصوف، الصوفية كانوا بيلبسوا الصوف على اللحم، صوف الجمل، من الفقر الشديد اللي هم بيعانوه. دي واحدة. واحدة تانية إنهم بينتموا إلى أهل الصفة. الصفة دي في دهليز في جامع الرسول كان مغطى بسقيفة، والناس دي تحتمي بالسقيفة، تنام في الجامع على الأرض وتتغطى بالسقيفة دي من الشمس ومن المطر، وكانوا فقراء جدا جدا جدا. اليهود بيقولوا الصوفة نسبة إلى قرية في فلسطين اسمها صوفة، وبيقولوا ان اهل الصوفه هم كان اصلهم يهود. الاراء مختلفه، ولا احد متاكد من اسم الصوفيه جه منين. الصوفيه هو المصطلح ده البعض بيقول نسبه الى لبس الصوف أو ارتداء الصوف، لأن الصوفيين عادة يعني كان بيظهروا أو كان بيميزوا نفسهم إنهم الملابس بتاعتهم من الصوف، جبة من الصوف، وده كان عبد القادر الجيلاني، الجنيد، السهروردي، النقشبندي، طبعا محي الدين ابن عربي، ابن الفارض، سلطان العاشقين إلى آخره، يعني كانوا بيلبسوا الصوف، فلذلك سموا الصوفية. والبعض بيقول لا، أصل الصوفية لأنهم من الصف الأول، يعني هم كانوا دائما في إذا يرتادوا أو يقعدوا في المساجد على سبيل المثال عند الصلاة يحرصوا على الصف الأول، فلذلك سموا بالصوفية. والبعض قال برضو الصوفية نسبة إلى الصفاء، لأن هؤلاء الناس لديهم صفاء نفسي وروحي، وصلتهم بالله سبحانه وتعالى صلة مباشرة، فلذلك لأن الصفاء ده ما نجدوش فيه كثير من الناس ومتجردين عن الحياة الدنيا، فلذلك سموا الصوفية. الصوفية ظهرت في القرن الثاني الهجري، وسبب ظهورها أن انتشار موجة الثراء والغنى عند بعض الخلفاء من بني أمية أدى إلى ظهور فئة من المسلمين اعتزلوا الدنيا بعد أن ملكوها. فالزاهد الحقيقي هو الذي يزهد بعد أن يملك. ولذلك جاء رجل إلى سيدنا الفاروق عمر، فرآه عمر وهو كث اللحية، ممزق الثياب، يعني لم يهتم بجمال زيه ولا بتهذيب ما عنده من لباس، فقال له عمر: لما تفعل هذا بنفسك؟ قال: أنا زاهد في الدنيا. قال: ألك بيت؟ قال: لا. قال: ألك زوجة؟ قال: لا. أعندك مال؟ قال: لا. قال: أنت لم تزهد عن الدنيا، ولكن الدنيا هي التي زهدت عنك. صلاة ربي دار.
تعددت التفسيرات لشرح معنى الصوفية، غابت التفسيرات وبقيت الصوفية حاضرة في الكثير من الدول العربية والإسلامية. وفي مصر لم يوازي تعدد التفسيرات سوى تعدد الطرق نفسها، يتراوح عدد هذه الطرق بين 50 و70 طريقة، لها أكثر من 3000 مقام. ويؤكد جل مشايخ الطرق أن عندهم ما بين 5 و15 مليون مريد. يعني هم عدد الصوفيين، ليس هناك تعداد على سبيل التحديد للصوفية، لكن يمكن يعني هم بالملايين، يعني لا يعني ربما يعني يمثلوا، قد يمثلوا 5 أو السكان مصر يعني، والبعض يقول أنهم حوالي 10 ملايين أو من 10 إلى 15 مليون. لكن في كل الأحوال لا توجد إحصائيات موثقة، يعني إحصائيات مؤكدة على عدد الصوفيين في مصر، لأنه هو الصوفية الحقة مرتبطة بأن الإنسان يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى. وكل الناس بتقول نحن قريبون إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بالدعي أن أنا أقول صوفي. الصوفية يعني تقريبا، إحنا لما عملنا حصر تقريبي مش يعني دقيق، لأنهم 15 مليون تقريبا. هنقول ليه إزاي يبقى 15 مليون؟ أقول لحضرتك حاجة، ما فيش حد في مصر لا يحتفل بموالد آل البيت، ما فيش حد في مصر ما بيحبش آل البيت، هم دول الصوفية. إذن لو حسبنا دي بقى، نحسب بقى أن معظم 90% من مسلمي مصر صوفية، إذا كان سواء صوفي مقيد أو صوفي غير مقيد، يعني ممكن يمارس الصوفية وهو غير مقيد لأي طريقة. فعلى هذا الأساس احنا بنحسبها بحوالي 15 مليون. وعلى فكرة 15 مليون لا جرل، ما فيش في الصوفية امرأة. هو العدد بتاع الطرق الصوفية عموما يعني مبالغ فيه عموما، إنما يعني أقدر أقول إن مثلا احنا عددنا مش إلا عن 500,000، إنما محب الطرق الصوفية كثيرين. يعني في ناس بتحب الشيخ نفسه، في ناس بتحب المنهج والفكر بتاع النازيه، في ناس بتحب العلم، في ناس بتحب الذكر، في ناس بتحب الانشاد. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا. الإحصائيات تشير أن عدد المتصوفين اليوم في مصر تجاوزت 15 مليون متصوف، ولا يوجد محافظة ولا مدينة ولا حي ولا شارع ولا نجع إلا وموجود به عدد كبير من أبناء التصوف. يعني يمكن ما تلاقيش بيت في مصر إلا موجود فيه متصوف. الحقيقة إن شعب مصر بطبيعته شعب متصوف. يعني إذا تحدثنا إن التصوف أخلاق وحب وتسامح وتواضع وزهد وقبول للآخر، تجد هي دي الطبيعة الغلبة على شعب مصر. للنبي جبين يفوق بدرا، له جبين يفوق بدرا، والبدر جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلى الله. هناك أكثر من 70 طريقة صوفية مسجلة، وهناك طرق في مصر غير مسجلة. فالدعم بيأتي للطرق المسجلة اللي هي تابعة للمشيخة العامة للطرق الصوفية. وهذا الدعم اللي قلت لحضرتك عليه هو بيأتي من صناديق النزور. لا أحد يستطيع إعطاء رقم صحيح لعدد الصوفيين في مصر، وحتى اليوم لم يعتمد أي إحصاء رسمي، ولكن دارسي التصوف في العالم يكادون يجمعون على أن مصر تعتبر أهم معاقل الصوفية على مستوى العالمين العربي والإسلامي، ولا تكاد قرية أو مدينة في مصر تخلو من الصوفيين،
وأما تاريخ دخول الصوفية إلى أرض الكنانة فيبدو أنه قديم جدا. الأيوبيين بالذات كان لهم دور، يعني صلاح الدين الأيوبي الحقيقة لجأ إلى الصوفية وكان له علاقة بهم، علاقة جيدة جدا. وأيضا جاء بعد الأيوبيين المماليك وكان للصوفية دور كبير جدا، وكان الأزهر بالمناسبة الشيخ أحمد الدردير وآخرين كان لهم دور، وكان لهم دور في أنه تعميق الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، والجانب الإشراقات الروحية والنفسية والتهذيبية، وده الجانب الأساسا الجانب العاطفي أو الجانب النوراني من الإسلام، هو ده اللي اهتم به الصوفية دائما، علاقات وإشراقات وتربية للنفس والضمير. ده كان موجود في مصر، ومصر لعبت دور كبير لدرجة ان احنا وجدنا كمان ان بعض الناس اللي كانوا متصوفة جاءوا من بلاد اخرى. يعني عندنا مثلا سيدي احمد البدوي ده جاء من المغرب وكان له طريقة صوفية وله طريقة صوفية وجاءت في مصر هنا. ابو الحسن الشاذلي ايضا جاء من المغرب وتوطن هنا رغم ان اصله كان في المغرب، برضو لماذا؟ لان الحركة الصوفية كانت نمت في مصر، وكان في تشجيع الحقيقة من صلاح الدين الأيوبي ومن الأيوبيين ومن بعدهم المماليك، وده كان له دور جدا في أنه بالفعل نشأت الصوفية قوية في مصر وجذبت من الأقطار الأخرى، من تركيا برضه كان لهم صلة بمصر، من الشام أو بلاد سوريا والأردن ولبنان وغيرها. ده الحقيقة بيبين لنا أن مصر كانت سباقة أو كان لها دور محوري، الدور المحوري في الصوفية، وكانت قبلة أيضا، قبلة للعالم الإسلامي في نطاق التصوف زي ما هي قبلة للعالم الإسلامي في مجال العلم عن طريق الأزهر الشريف. زر ساحة الأزهر وسر بحماها واشهد جمال الحب بين رباها، هذا الحبيب في الصباح أتاها لتشرق للطريقة شمسها وضحاها. لا شيء في ملبوس ومأكول وعادات الصوفيين في مصر يشير إلى أن بعض أصولهم تعود إلى منطقة المغرب العربي أو تركيا والعراق وغيرها، ولكن الباحث في تاريخ وأسباب وصول الطرق الصوفية إلى مصر سيجد أن جل المشايخ والمؤسسين جاءوا من المغرب العربي ليستقروا في ربوع الأزهر وحوله، ناشرين أسلوبا جديدا في التعبد والزهد وتمجيد الرسول الكريم، وهذه بعض الطرق. صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم وأحبنا بمحبته صلى الله. الطريقة العزمية أنشأها الإمام السيد محمد ماضي أبو العزائم سنة 1882، ودخلت رسميا في مشيقة عموم الطرق الصوفية سنة 1933، ولها في جميع أنحاء البلاد العربية، ليبيا، مصر، السودان، اليمن، الأردن، سوريا، وفي بعض الدول الأوروبية زي الدنمارك، زي النمسا، وزي كمان ألمانيا، وفي أمريكا أيضا، وفي كندا أيضا، وفي أستراليا أيضا برضو. نشأت الطريقة على يد سيدي السيد محمد مشينة، وكان من كبار علماء الأزهر الشريف، وكان يخطم في منزله برقعة القمح خلف المسجد الأزهر، ودخل مصر من حوالي 130 سنة تقريبا كان هنا. هي الطريقة البرهامية الشهوية تأسست منذ حوالي 700 سنة، اللي أسسها محمد الشهاوي، مش أنا طبعا، حفيد سيدي موسى أبو العمران، شقيق سيدي إبراهيم الدسوقي. الطريقة منتشرة على مستوى 27 محافظة بمراكزهم بقراهم بكله، يعني طبعا لأنها قديمة ويعني وليها رجالها وليها بال طويل في النشاط الصوفي يعني. تع
تعدد الطرق الصوفية في مصر لا يعني أنها جميعا على المستوى نفسه، فثمة طرق تضم الملايين وأخرى تقتصر على آلاف قليلة، وإذا كان مريدو هذه الطرق ينتمون إليها بالتوارث وشيء من التبعية التاريخية، إلا أن المريد يبقى مريدا طيلة حياته. فما هي أشهر الطرق ومن ينتمي إليها؟ ربما أشهر الطرق الشاذلية أو أكبر الطرق عددا، يعني الشاذلية والرفاعية أيضا والنقشبندية. إحنا عندنا الطريقة النقشبندية أيضا من الطرق القوية والتي لها عدد كبير في هذا الصدد. والحقيقة إن بنجد إن هذه الطرق دائما ليس كما يتبادر البعض بتستقطب أو تجذب، يعني تجتذب ليس العامة فقط، يعني هو العامة بيعتقدوا جدا في الناحية الصوفية ومن هم على درجة ربما قليلة من العلم يعني والمحصول العلمي بينخرطوا في الطرق الصوفية وبينضموا للطرق الصوفية. لكن أيضا بنجد كبار وأناس يشار إليهم بالبنان، نجد أنهم أيضا يعني في الطرق الصوفية. وعلى سبيل المثال يعني شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله، الشيخ عبد الحليم محمود، كان من كبار الصوفية. يقول الصوفيون إن تاريخهم قديم وعريق كعراقة الدين الحنيف، ويقول بعض المؤرخين إن مصطلح التصوف ظهر بداية في الكوفة بسبب قربها من بلاد فارس والتأثر بالفلسفة اليونانية بعد عصر الترجمة. ويجمع كثيرون على أن طلائع الصوفية في مصر جاءت إليها لأن المجتمع كان مؤهلا لذلك. مصر جاء إليها هؤلاء الزهاد العباد الطائعون ليستقروا في هذه البقعة الطيبة وهي كنانة الله في أرضه، لأنهم وجدوا أن هذا الشعب محبا لآل البيت، وهذا منهج من مناهج أهل الله من الصوفية. وحبنا في مصر لآل البيت نابع من الكتاب والسنة، لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. وقد تعجب أنك إن زرت أي محافظة في مصر بداية من الإسكندرية إلى أسوان، لا توجد محافظة من هذه المحافظات إلا وفيها مرقد من مراقد آل البيت. الطريقة الهاشمية منتشرة في البحيرة والأسكندرية والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ وبعض بلاد الصعيد في أسوان وفي صوهاج وفي البحر الأحمر، ولها فروع في الجزائر ولها فروع في المغرب ولها فروع في سوريا. وكان في عصر والدي الشيخ محمد الطاهر كان هناك طالبا يدرس في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين، وأخذ العهد من الشيخ محمد الطاهر وأخذ منه الإذن لينشر الطريق بهولندا. ربما وصلت الطرق الصوفية فعلا من مصر إلى هولندا، وربما بفضل مصر انتشرت في بعض أوروبا وأفريقيا. ليس مهما التاريخ والجغرافيا، فالأهم في مصر اليوم هو الجدل الكبير حول طقوس الصوفية. ففي كل عام تنتشر ظاهرة ما تسمى بالموالد احتفاء بميلاد نبي الإسلام محمد،
تقليد أثار ضد الصوفيين كثيرا من السلفيين، فلماذا الموالد؟ وهل لها سند فقهي أو ديني؟ حتى يعلم هؤلاء القادمون من كل بقاع بلادنا إلى هذه الموالد أنه جاء ليتأسى بما صنع الإمام الحسين والإمام الحسن وما صنعت سيدتنا الزهراء فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عوام المسلمين كثيرين، واللي بيحضروا الموالد كثيرين، ولذلك الناس القائمين على تنظيم الحركة الصوفية في مصر يعني سيسألوا يوم القيامة عن هذه الشركيات والبدع التي يرتكبها عوام المسلمين في الموالد وفي الأعياد المختلفة وفي التمسح بالأضرحة، لأنهم يسألوا عن هذا الأمر، لأن لابد أن يغيروا هذا الأمر إذا كانوا حريصين على جناب التوحيد، أن يمنعوا الشركيات التي تحدث عند السيد البدوي، ويمنعوا الشركيات التي تحدث عند ضريح الحسين رضي الله عنه، ويمنعوا الشركيات التي تحدث في الأضرحة وغيرها من هذه الأشياء، ويمنعوا الشركيات والرسائل والأوراق التي ترسل وكأن السيدة زينب رضي الله عنها وكأنها الله عز وجل، فإنهم يسألون هذه الأضرحة ما لا يسأل إلا لله عز وجل بقضاء الحوائج وحل المشكلات وغيرها من هذا، فهم يسألوا عن هذا الأمر ويحاسبوا على ذلك. يا سيدي عاشق يرجو مواصلات. بعيدا عن الجدل بين قابل أو رافض لطقوس الصوفية في مصر، يتعاطى المريد الصوفي مع شيخه على أنه مرجعية دينية وقيمة معنوية واجتماعية كبيرة، يقبلون يده احتراما وينشدون رضاه ويقصدون ضرائح المشايخ المؤسسين للتبرك. سيدي سلام الراضي وهو مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية علمنا طريقة المصافحة، وهي تقبيل كل منا يد الآخر، يعني احنا بنصافح بعض، بنقبل ايدين بعض، ده اولا بيزيد الحب ما بين الأخ والأخ. منذ ثورة يوليو عام 1952 بدأت السلطات المصرية تستشعر أهمية الطرق الصوفية وقدرتها على التعبئة، سعت مرارا لجذبها إلى صف الدولة، وسعت مرات أخرى لتوظيفها في مواجهة الإخوان المسلمين أو بعض التيارات السلفية. كان لابد من استصدار قانون لتنظيم عمل الطرق الصوفية بغية التحكم بقيادة المشيخة. حصل ذلك عام 76، وتم تنظيم عمل المجلس الأعلى للطرق الصوفية بحيث صار تعيينه يخضع لسلطة رئيس الجمهورية. السيد الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه همش الدين الإسلامي كله من أول لآخر، لا طرق صوفية ولا مشايخ أزهر، بل الشيخ الأزهر كان بينتخب أصلا من هيئة كبار العلماء، جعله هو اللي بتعيين من رئيس الجمهورية، لغى الانتخاب هذا، ولغى هيئة كبار العلماء أيضا، لغى المحاكم الشرعية، أهمش المشايخ. يعني أنا فاكر في خطبة من خطبه قال إن الشيخ بيفتي بوزة وبطة وفرخة، يعني طبعا ده يعني استهزاء بالمشايخ جميعا واستهزاء بالأزهر، لأن المشيخ كان يعتبر هو الشيخ المشايخ الأزهر. فللأسف شديد هو همش الدين الإسلامي كله من أول لآخر. السادات هو اللي ابتدى يعتمد على الأول خالص، اعتمد على الإخوان المسلمين عشان يطلع الجماعة الروس من مصر. بعد كده هو ابتدى يهتم بالطرق الصوفية لما لقى التآمر من الإخوان المسلمين. السادة الرئيس السادات أفاد الطرق الصوفية دي حقيقة، أفادها جدا، لكن برضه العمر ما أسعفوش عشان يعتمد عليهم أكتر. إنما السيد الرئيس حسن مبارك ما كانش
لا بيهتم، يمكن كان بيهتم بالدين بالديانة المسيحية أكتر من الديانة الإسلامية. اتهم البعض الصوفيين في مصر بالبدع، هاجمهم السلفيون، ارتاب منهم بعض التيارات الإسلامية الإخوانية أو المعتدلة. شيخ الأزهر دعاهم إلى تغيير بعض السلوكيات التي قال إنها مخالفة للكتاب والسنة، واتهمهم آخرون بالمساهمة في نشر المذهب الشيعي وبعلاقة خاصة مع إيران. أما هم الصوفيون فيقولون إنهم ملتزمون بسنة الله ورسوله، وأنهم لا يفرقون بين مسلم ومسلم، وإن تعاظم دورهم يقلق الآخرين. معظم الصوفيين ما بيهتموش أو بالسياسة أو ما لهمش في السياسة. تدخل السياسة في 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 الطرق الصوفية قد أفسد، لأن جعل في أطماع، لأن الصوفية لا ينظروا للأطماع الدنيوية. كما سمعت إن هناك معونات من الخارج لفرق الصوفية دي، وخاصة لما ظهروا بمظهر السياسيين ودخلوا في المعترك السياسي، فبقوا كفرقة سياسية دخلوا دلوقتي في المعترك السياسي، وربما منهم ناس سيتقدموا للترشيح، فطبعا لازم تأتيهم معونات من بره لأهداف وأجندات لا نعلمها. لم تعد السياسة نجاسة في عرف أهل التصوف في مصر، باتت السياسة في صلب حياة أولئك الذين اخططوا لأنفسهم حين ظهروا في أرض الكنانة طريق الزهد والتعبد ومناجاة الرسول الكريم. الاتهامات المتبادلة والتظاهرات المتنافسة أبرزت خلافهم العميق مع التيار السلفي، وراح البعض يقول إن السياسة دخلت الصوفية أصلاً لمواجهة السلفيين والإخوان المسلمين. في الفترة الأخيرة نما دور الصوفية أو ظهر على السطح، خاصة ويمكن أنا بعتبر ده أنه كرد فعل لما قال به الصوفية السلفية، لأن السلفية قالوا نحن نريد هدم الأضرحة ولا يجوز الصلاة في المساجد التي بها مزارات للأولياء ولا، فهذه الدعوة طبعا تناقض الدعوة الصوفية. الاختلاف على إيه بقى؟ ده ما بيننا وما بين يمكن السلفية اللي بيهاجمونا على طول على المنابر. بتهاجمنا على ايه على المنابر؟ فليه المهاجمة على الأضرحة؟ ليه المهاجمة على المنابر؟ ليه شتيمة الصوفية على المنابر؟ وللأسف على منابر الأزهر وعلى منابر الأوقاف. بدأ التصوف ينحى منحى تقديس أي شيء، والتقديس وسؤال هذا الشيء ما لا يطلب إلا من الله، وهي ده هو ده الشرك. يعني ان انا اعتقد ان هذا الشيخ اللي بداخل الضريح ان اعتقد انه ينفع ويضر او انه يقضي مصالحي او انه واسطه بيني وبين الله، هذا كله شرك. لذلك اجمع اهل السنه انه من طاف حول ضريح فقد اشرك. السلفيه والسلف هم سلف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس عشان نصحح المفهوم، يعني ساعات ناس تقول لك أنت مختلف مع السلفيين. السلفي الحقيقي صوفي حقيقي، والصوفي الحقيقي سلفي أكيد. أما أن تتواجد نخبة تدعي السلفية فهي متسلفة وليست سلفية، ولا يصح أن نهاجم السلفية الحقة بانحراف بعض الأشخاص وتشددهم، وهذه المسألة موجودة. السلفيون والصوفيون تنافروا وتبادلوا التظاهرات الشاجبة، خلافاتهم الكامنة في العهود السابقة طفت على السطح بمجرد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك،
كل طرف يتهم الآخر بتشويه صورته أو بالعمل ضد مبادئه. فماذا عن الأزهر؟ بعض مشايخ الأزهر كانوا صوفيون، وعلى سبيل المثال الإمام محمد عبده وهو المصلح الديني والاجتماعي الشهير كان له نزعه صوفيه، الشيخ حسن العطار وهو استاذ لرفاعة الطهطاوي رائد النهضه في العصر الحديث كان ايضا له اتجاه صوفي ونزعه صوفيه، الشيخ الدردير كما قلت ايضا كان نزعته صوفيه، الشيخ عبد الحليم محمود، فالشيخ الازهر الحالي الدكتور احمد طيب ايضا لديه هذه النزعه الصوفيه، ربما المفتي ايضا له هذه النزعه الصوفيه. لا علاقة إطلاقا لها بالأزهر. مشايخ الصوفية في غالب الأحيان هذا عمل اجتهادي من الأفراد، الأمر لا يتطلب أنه يكون الصوفي معاه، هو كان ابن عربي يحمل مؤهل، كان عمر الخيام يحمل مؤهل، كان ربع العدوية تحمل مؤهل، ما فيش حد منهم كان يحمل مؤهلات، والصوفي غالبا بيبقى منشأه من صغره، فاللي منشأه من صغره بينصرف عن الدراسات وينصرف لأنه عاوز يسيح في الأرض وعاوز مكانه في المسجد وعاوز يتعرف إلى الناس ويؤم المجتمعات اللي فيها حلقات ذكر وإلى آخره، ده شيء مش متأثر له أنه هو يذاكر وياخد مؤهل دراسي. إلا أن الشيخ الأزهر رئيس فرقة صوفية لأن والده كان رئيس فرقة صوفية. شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب دعا الصوفيين إلى إصلاح بعض سلوكياتهم، قال في لقاء مغلق مع عدد من ممثلي الصوفية المشاركين في المؤتمر الدولي للصوفية إن الكثير من سلوكيات الصوفية مخالفة للكتاب والسنة، وإنه ضد تقسيم المسلمين إلى أشراف وغير أشراف، وغالبا ما أشار منتقدو الصوفية إلى علاقة هؤلاء بالحاكم، وذهب البعض إلى حد القول إنهم تقاربوا مع المستعمر الإنجليزي وترددوا في مخالفة الرؤساء. منذ نشأة الصوفية والحكام المصريون، أو ليس كلهم يعني، بس العديد من الحكام المصريين لجأوا إلى أنهم يوظفوا الصوفيين لمصالحهم ومآربهم، اللي هو دعم الحكم، أنه يستقر على كرسي الحكم، وطبعا ده دور سياسي، وطبعا لأن الناس بتعتقد في الصوفيين في الصوفية، وعندما يقول الصوفيون نحن نؤيد الحاكم الفلاني أو لا نؤيد الحاكم الفلاني له تأثير على الناس وعلى الشعب، فلذلك الحاكم كان دائما يضع في نصب عينيه أو يركز على أنه يعني يستقطب الصوفية ويجعلهم يؤيدونه حتى يمكن أن يؤثروا على الناس، وحتى يمكن أن يكون الناس تستجيب له، ويعني ممكن تتجاوز عن ظلمه وعن استبداده، كما يعني حدث الكلام ده حصل من المماليك، يعني منذ عهد المماليك، وحصل في العهد الحديث كمان يعني، أو في العصر الحديث يعني، وفي الآونة الأخيرة، ومنها نظام الذي سقط أخيرا نظام مبارك، أنه أيضا استغل الصوفية في هذا الإطار. والله والله لو ألم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب حول فضلك ما اكتفى. وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية كان يسمحوا للسلفية أنها تأخذ جوامع السادة الصوفية وخبرها لك، وبالأمن وبالشارع يعني يكادوا ان هم كمان الخطيب الصوفي بتاع المسجد الصوفي بيتشال ويتحط واحد سلفي، وده حصل عندي في جامع ليا في مرسى مطروح، شالوا الخطيب ابن الطريقة العزمية وهو خطيب رسمي وجابوا واحد سلفي قاعد يهاجم التصوف ويهاجمنا فقط لا غير. حين توفي الشيخ أحمد كمال ياسين شيخ مشايخ المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر في 22 نوفمبر عام 2008، تم تكليف محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم بتولي المنصب مؤقتا لكونه الأكبر سنا بين مشايخ الطرق. مضت أيام قليلة ليكتشف أبو العزائم من على طريقته العزمية أن الشيخ عبد الهادي القصبي الذي يصغره بحوالي 20 عاماً
قد انتخب لقيادة المجلس، هي لعبة السلطة، صاح أنصار أبو العزائم. ذكروا بأن القصبي كان عضوا في الحزب الوطني الحاكم وممثلا له في مجلس الشورى. سارع البعض إلى القول بأن مبارك يحرك الطرق الصوفية ويفرق بينها. من ينتمون للطرق الصوفية يفوق عددهم 12-13 مليون، فده رقم مرعب بالنسبة لأي سلطة أو جهة بتسعى للسلطة. فكان في محاولات كتير لهذا، وكانت نهاية هذه المحاولات هي الموقف الأخير اللي احنا فيه، أنه تم فرض شخص ما رغما عن القانون ورغما عن الأعراف، وتم ضرب عرض الحائط بيها بالكلام ده بالأعراف وبالقانون، علشان يفرض شخص ما يكون هو الأداة اللي تمكنهم من السيطرة على المتصوفة والطرق الصوفية. بين عرف اختيار الأكبر سناً لقيادة مشيخة الطرق الصوفية وانتخاب من رأته الدولة الأقرب لها ربما، وقع الخلاف بين هذه الطرق، وتحديداً بين الشيخين القصبي وأبو العزائم. الشيخ القصبي صدر به قرار جمهوري ليكون شيخ الطرق الصوفية في مصر، وهذا القرار لابد أن يحترم. ثم إن معظم الطرق تدين له بالولاء لأنه مشهور عنه الصلاح والتقى والفلاح، ولكن فئة أخرى أرادت أن تسطو على هذا المكان، فلما لم يتح لها ذلك أخذت تشيع ما نحن فيه الآن من الفوضى، وتحاول أن تظهر صورة التصوف بأنهم في خلاف وفي شقاق فيما بينهم، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون بين هؤلاء الذين يربون أرواح العباد أو قلوب العباد. تدخل أمن الدولة في تعيين السيد عبد الهادي القصبي، والحزب الوطني تدخل في تعيين أنه عضو في الحزب الوطني، فده بس الشيء الوحيد اللي مختلف عما سبق. هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وبعدين احنا لسه من نص دقيقة بنتحدث أن هناك قانون منظم. لما نقول أن في قانون يبقى ما فيش إيه؟ أعراف. القانون كان واضح، ولم يحدد القانون في مواده أن يكون شيخ مشايخ هو أكبر الأعضاء سنا، ولكن اشترط القانون أن يكون شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضوا بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية. طالما أصبحت عضوا بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية يحق لك أن تترشح لموقع شيخ مشايخ الطرق الصوفية. الخلاف بين الشيخين تمدد صوب القاعدة الصوفية، وحين كنا نصور هذا البرنامج كان عدد من المريدين يعتصمون ضد طريقة انتخاب شيخ مشايخ الطرق الصوفية في القاهرة. سقط الرئيس حسني مبارك، وبقي الخلاف بين أبرز شيوخ الطرق الصوفية يجرجر ذيوله، وذهب البعض إلى حد اتهام شيوخ الطرق بالتردد في التظاهر لإسقاط مبارك، لا بل وبلعب ورقة الدولة حتى قبيل الثورة. الصوفيين متمثلين في المجلس الأعلى ومتمثلين في جماعات التصوف المختلفة، كانت علاقتهم بالنظام السابق كانت علاقة فيها ألفة وفيها مودة، وما كان أحد ينكر على الحاكم، خاصة إن كانوا بينقوا بأنفسهم عن السياسة، يعني كانوا مبتعدين عن السياسة، وما كان أحد ينتقد ولا كان أحد يهاجم ولا أي شيء، ولذلك لم نجد لا صوفي معتقل ولم نجد صوفي معارض ولم نجد صوفي يخطب الجمعة ويطالب بتطبيق الشريعة أو يخطب الجمعة ويقول هذا خطأ وهذا خطأ، يعني لم نجد هذا الأمر. فهم كان في ألفة مودة بينهم وبين النظام السابق والنظام الذي قبله. لا يا فندم، الكلام ده كلام غلط،
احنا شاركنا في الثورة واحنا عملنا 11 طلب من طلبات الثورة حقق منها 8. يعني قلنا ان لازم مجلس الشعب ينفض ونفض، مجلس الشورى ينفض ونفض، قلنا ان مدة الرئاسة 4 سنين ولا تزيد عن مدتين بعلم الاحوال. حوالي 8 من اللي احنا طلبناه اتحقق فعلا. كنا نطالب ابناء شعب مصر بالتوقف عن المظاهرات والبدء في العمل فورا، لان احنا كنا شايفين ان في خطورة على الاقتصاد المصري. احنا عمالين نجتمع كل يوم في الميدان والسياحة بتضرب في مقتل، ولما نقول السياحة بتضرب في مقتل يعني آلاف العاملين في هذا القطاع لا يجدون دخل. عمالين نعمل مظاهرات والاستثمار عمال يتفلت من البنوك المصرية والتحولات، كل مستثمر خايف بعد ما كانت مصر جاذبة. عدم انضباط الحالة الأمنية جعل المستثمرين يفرون خارج مصر، ولذلك أهل التصوف دعوا إلى مليونية تنبيهية. ومع سقوط الرئيس حسني مبارك طرحت أسئلة كثيرة حول مستقبل الحركات الإسلامية في مصر. تصدر الإخوان طليعة الإسلام السياسي عددا، وتحرك السلفيون، وأما الطرق الصوفية فراحت تبحث عن دور رغم خلافاتها الداخلية. سارع البعض إلى تأسيس حزب سياسي، هكذا كان الحال مع الطريقة الصوفية العزمية التي أسست حزب التحرير المصري فاتحة ذراعيها لتحالفات لم تأتي بعد. احنا دراعنا مفتوح او قلوبنا مفتوحة وايدينا مفتوحة لأي حزب او لأي فصيل سياسي يؤمن بمدنية الحياة في مصر. اما اي فصيل هيعلن مصر الإسلامية ومصر مش عارف ايه والكلام ده كله، ده كلام ما هوش واقعي، لان مصر الإسلامية غصب عني وعنه مش محتاجة ان هو يعلنها ويشيلها في يافطة. يعني فيعني اما تنزل في فرنسا هتقول فرنسا مسيحية، ما هي مسيحية، ايه جديد يعني؟ انما هو بيقال يعني كلمة حق يرد بها باطل علشان يغير او يعني ده بيسموه الاسلام السياسي، والاسلام السياسي مرفوض وده ما ملوش اساس عندنا في التقييم. فاللي عاوز يخش معانا في فكرة الدولة المدنية احنا بنرحب. اهلا وسهلا. لم يعتد الصوفيون في مصر على التعاطي مباشرة بالسياسة.